مجدي عيونه تعا شوي. مين نزل بهالاوتيل انا ولا انت؟ كيف يعني من نزل بهذا الاوتيل؟ انا حاجز لإلي ولإلك سويتي بياخذ العقل على البحر. مين اللي خبرك اصلا انه حننزل بزيت الاوتيل حتى ننزل بزيت السويت انا وياك؟ مجنونه انت يسرى، نحن هون بشرم الشيخ مش ببيروت، بلا هبل. طيب اوكي ما في مشكله، بس عشرت كل حدا بأوضة مثل هون مثل بيروت ما بيفرق شيء. ماشي كل واحد بأوضة. في شيء تاني ست يسرى؟ هلا اكيد بيكون افضل اذا كل حدا بطابق مش حد بعد. في حدا مخبرك انه انا باكل عالم؟ شو بدك اياني اقعد على السطح تكوني مرتاحة؟ إذا شي بيريحك ليش لا؟ مجنونة. مش شي جديد. لكن نهار كثير حلو اليوم عن جد، انبسطنا، بعدين الطقس بعقد. خي الحمد لله انه انبسطتي. أكيد. مجدي بونوي حاخذ لك اياس كمان. طيب خليني اوصلك على اوضتك. ما في داعي. بعدين اوعى تفكر تجي اخر الليل تدق على باب اوضتي. بونوي. هلا انا طلعت لعبي اللي مش هي. مين؟ مجدي. وصلت معك الوقاحة تجي لعندي على الأوضة؟ جايب لغراضك كمان؟ أول شي هيدي الشنطة منا لإلي. تاني شي أنا جاي أخبرك إنه بكرة الصبح مسافر على القاهرة. ما فهمت شو قصدك؟ طيب فيني فوت احكي جوا؟ عيب ضل واقف على الباب مش حلوه كرمال جيراننا بالاوتيل. فوت. مش ناوي تحكي؟ ها؟ ايه بلا. حياتي اجاني شغل اضطراري بالقاهرة. شريكي يلي بيني وبينه حسابات كثيرة فات على المستشفى. فكرمال هيك أنا مضطر بكرة الصبح أكون هونيك. وأنا شو بعمل؟ ايه أنا للصراحة كان عبالي أختك معي بس ما راح افضى بالمرة. كرمال هيك حجزت لك طيارة خاصة تاخدك من هون على بيروت. بكرة الصبح في سيارة مع شوفير راح يوصلوكي على المطار وأنا مخبره بكل شيء. اوكي. بتعرفي كان عبالي اقضي كم يوم بعد معك. بس مضطر انزل على القاهرة. ما تعطي الهم. أنا أصلاً ما كنت ناوية بقى أكثر من يومين.
طيب فيني عزبك بدي وصل هالشنطة لأختي رنا، طلبت مني كم غرض. في شاب بالمطار اسمه طارق رح يكون ناطرك وأنا مخبره كل شي شو يعمل إذا ما في تقلي. أوكي. طيب رح خبرك لما أصير ببيروت.